مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي وحلقه جديده من العاب الصلاه. النهارده الحلقه مقسومه جزئين، جزء الاولاني جزء الاخبار عن اخبار النادي الاهلي، عن التنس طاوله والكاراتيه وكره اليد رجال وسيدات وكمان كره الطايره، وفي نفس الوقت معانا كره السله والحدث الاهم والحدث الافريقي و النادي الاهلي بيحصد الميداليه البرونزيه في سيدات كره السله في المحفل الافريقي للانديه. الجزء الثاني معانا كابتن علي هاشم المدير الفني لسيدات كره السله في النادي الاهلي عشان نتكلم عن اللي حصل ونتكلم على اول مشاركه افريقيه ونتكلم على ايه اللي حصل جوه البطوله وايه اللي حصل النادي الاهلي ياخد المركز الثالث وهكذا. لكن قبل ما ابدا الحلقه لازم نتكلم على حاجه مهمه جدا في الحياه وهي سياسه الاختلاف. سياسه الاختلاف دي سياسه مهمه جدا، بمعنى ان كل الناس كل واحد النهارده ليه راي، كل واحد ليه راي، بمعنى ان انا ممكن يكون رايي عكس واحد صاحبي او عكس حد تاني، لكن في الاخر الاختلاف ده كل واحد بيقول رايه، لكن في الاخر مش بنتخانق مع بعض، ما عندناش مشكله لان ده رايي وده رايي، ممكن رايي يصيب ويخطئ وممكن راي الغير يصيب ويخطئ، لكن في الاخر هي سياسه اختلاف. ومعنى كلمه سياسه الاختلاف اللي احنا لما نختلف نتفق دايما على حب حاجه مهمه جدا وهو الكيان وهو النادي الاهلي. اذا اختلفنا في ارائنا عن اي حاجه في النادي، عن لاعبين، عن جهاز، عن اي حاجه، لكن في الاخر كل واحد فينا بيحب الكيان بشكل مختلف، والكيان هو الاهم، وكيان النادي الاهلي هو الكيان الاكبر اللي بيجمعنا كلنا، بيجمعنا كلنا، بيجمع جماهير وبيجمع مجلس اداره وبيجمع لاعبين ولاعبات وبيجمع ناس اداره تنفيذيه. كل الكيان ده واعضاء النادي اكيد، كل الكيان ده الكبير اللي احنا كلنا بننتمي ليه، في سياسات اختلاف كتيره جدا بين الناس وبين ارائهم، لكن في الاخر لازم كل واحد فينا يكون عارف ان هو بيحب الكيان بشكل مختلف، فلما نختلف الاراء ما نعملش مشكله، يعني ما نتخانقش، مش رايي هو اللي صح وانت رايك اللي غلط، ما ينفعش، احنا كلنا اراء، ما دام في حب كيان النادي الاهلي يبقى اراء سليمه، لكن كل واحد بياخدها من وجهه نظره. نتمنى ان الاختلاف بيننا وبين بعض دائما وابدا بيكون في الاخر نبص للكيان وهو النادي الاهلي اللي جامعنا كلنا، اللي احنا كلنا بنشجعه وبنديله كل حياتنا، علشان في الاخر هو الكيان الكبير اللي جامع كل الناس او جامع يعني جزء كبير من الشعب المصري داخل النادي الاهلي، اذا كان بيشجع او اذا كان داخل النادي الاهلي. بكده نخش على اخبارنا واخبار النادي الاهلي ونخش على الالعاب او نتكلم على الالعاب الفرديه. نتكلم على اول حاجه عندنا التنس طاوله، ما شاء الله ناشئي وناشئات التنس طاوله بيحصدوا المراكز الاولى في بطوله الجمهوريه. 12 15 18 3 عفوا 13 15 18 21 ولاد وبنات ناشئين وناشئات، ما شاء الله كانت البطوله في هيئه قناه السويس في الاسماعيليه، وقدر النادي الاهلي فعلا اداء مميز جدا لجميع اللاعبين واللاعبات في النادي الاهلي، بيحصد المراكز في 12 سنه بنين الفوز بالمركز الاول بعد ما كسب نادي الزمالك المركز الثاني وفريق مصر للتأمين في المركز الثالث. 12 سنه بنات المركز الاول وبعد ما كسب نادي الاسماعيلي والنادي الزمالك في المركز الثالث. فريق 15 سنه بنين المركز الاول بعد الفوز على نادي الزمالك صاحب المركز الثاني ونادي سبورتنج صاحب المركز الثالث. وفريق 15 سنة بنات المركز الأول، الفوز على نادي الزمالك صاحب المركز الثاني ونادي الأولمبي المركز الثالث. 18 سنة ناشئات، المركز الأول الفوز على نادي الزمالك صاحب المركز الثاني وجزيرة الورد صاحب المركز الثالث. آخر حاجة في البطولة قفلنا ب 21 سنة، 21 سنة ناشئين المركز الأول بالفوز على سبورتنج المركز الثاني والعبد منهور المركز الثالث. 21 سنة بنات نجحت الناشئات الاهلي تحت 21 سنه في الفوز بالمركز الاول بعد فوزه على نادي الزمالك وصاحب المركز الثاني وجزيره الورد. بيقود جهاز تنس طاوله بالنادي الاهلي كابتن اشرف عبد الفتاح مديرا فنيا وكابتن عمرو رضا مدرب عام والخبير الصيني مستر زانج واداريا احمد كابتن احمد حامد اداريا. ما شاء الله التنس طاوله قافله بطولات، هي كده التنس طاوله طول عمرها مفرحانه وباسطه جماهير النادي الاهلي وباسطانه كتير جدا علشان بتحقق كل البطولات. ما شاء الله ادي بطوله من بطولات السنه دي قافله السيزون، ما شاء الله عليهم، اللهم لا حسد. نسيب التنس طاوله ونروح للكاراتيه. الكاراتيه لاعبي النادي الاهلي بيحصدوا مراكز في الكاراتيه وكمان بيتاهلوا لمنتخب
مصر في الكوميتي. لاعب الاهلي شوقي احمد شوقي ومصطفى محمد اسماعيل، ما شاء الله ميداليه ذهبيه وميداليه برونزيه، بيتصدروا بطوله الجمهوريه في الكوميتي اللي اقيمت في المنوفيه، وتاهل كمان لمنتخب مصر. شوقي احمد شوقي المركز الاول تحت 75 والميداليه الذهبيه، منافسات كوميتي بيدربه كابتن حاتم يوسف، وكمان مصطفى محمد اسماعيل احرز الميداليه او المركز الثاني والميداليه الفضيه، منافسات الكوميتي الوزن 60 كيلوغرام وفي البطوله وتحت قياده مدربه احمد كابتن احمد صلاح. بكده خلصنا الالعاب الفرديه، لكن هنروح للالعاب الجماعيه وهي المسار الكثير بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. هنبدا بكره اليد، وكره اليد دلوقتي في فتره توقف بسبب وجود منتخب مصر في معسكر، هيسافر بعدها يطلع لتونس، هيعمل معسكر في دول اوروبيه، بعد كده هيطلع لتونس، هيطلع لتونس باذن الله للبطوله الافريقيه المؤهله لطوكيو 2020. لكن خلينا اقول ان في خبر كان خبر فعلا حاجه زعلتنا كلنا وزعلت جماهير النادي الاهلي، اصابه كابتن اسلام حسن. اصابه كابتن اسلام حسن اصابه فعلا، اصابه في مكان مؤلم جدا، في مكان فيه مشكله كبيره بين الصدر وبين الكتف، الوتر اللي واصل، اتقطع الوتر اللي واصل في المركز الاولمبي ساعه ما كان بيعملوا يعني قياسات للاحمال بنسبه 60%. اتحققت الموضوع بنسبه 60%، كان راجل مدرب الاحمال في المنتخب المصري بيعمل يقيس احمال، وبدا اسلام يطلع، لكن بدا حصل قطع كبير في بين الثاني الوتر اللي واصل من الصدر للكتف الشمال، ودي حد ذاتها حاجه كويسه، لان الايد اليمين كانت هتبقى ايد مؤثره جدا بالنسبه لكابتن اسلام حسن. كابتن اسلام حسن سافر على الامارات، عمل عمليه هناك، والدكتور الفرنساوي ما شاء الله العمليه ناجحه، لكن هيتاهل بعد 4 شهور. بكده كابتن اسلام حسن تقريبا بره البطوله الافريقيه للمنتخبات، وكمان في الدوري المصري هيبقى مش موجود، والكاس هيقعد تقريبا لغايه شهر 4 اللي جاي. بنتمنى له الشفاء العاجل، لان كابتن اسلام حسن كابتن النادي الاهلي لعيب مهم جدا داخل النادي الاهلي، وكمان داخل منتخب مصر، تعويضه صعب جدا في المرحله اللي جايه، لان مصر كمان 3 اسابيع او شهر، اقل من شهر، هتلعب بطوله افريقيا. نتمنى لهم التوفيق باذن الله في تونس منتخب مصر، ونتمنى الشفاء العاجل لكابتن اسلام حسن. سيب كابتن اسلام حسن ونروح لكاستيلو، عمر كاستيلو نجم النادي الاهلي برضه عنده اصابه في الحوض، بدا يتعالج في العلاج الطبيعي وبدا يخش لتدريبات الجيم تحت اشراف الجهاز الطبي للنادي الاهلي، وبدا عشان يقدر يجهزه للعوده مره ثانيه للتدريبات الجماعيه. التدريبات الجماعيه دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لعمر كاستيلو. الجهاز الفني بقياده السويدي اولا لاند جرين عمل خطه اعداد جديده في الوقت ده، لان دي فتره توقف تقريبا شهر ونص شهرين عشان المنتخب مسافر، فعمل فتره اعداد جديده، والناشئين وانضمام الناشئين عندنا 9 جوه المنتخبات بعد خروج كابتن اسلام حسن، عندنا 1 في تونس يوسف معرف، و8 داخل المنتخب المصري. نتمنى لهم التوفيق باذن الله، ونتمنى للجهاز الفني وكره اليد بصفه خاصه المرحلة اللي جاية مرحلة مهمة، لسه عندنا بطولة أفريقيا ولسه عندنا بطولة كمان بطولة كأس مصر، أتمنى لهم التوفيق في المرحلة اللي جاية بإذن الله. هنسيب كرة اليد رجال وهنروح لكرة اليد سيدات، والفوز على نادي الطيران في الدوري الممتاز بنتيجة 36-24، الماتش اتلعب يوم السبت اللي فات على صالة الأمير عبد الله الفيصل، مباراة مهمة، الشوط الأولاني انتهى 17-12. وقبل ما الفارق يوسع جدا جدا في الشوط الثاني 36 انتهى 36-24، الاهلي كسب كل ماتشاته في الدور التمهيدي. قبل ما اروح للتقرير عايز اقول كلمه لفريق كره اليد سيدات، لعبوا مباراه الاسبوع اللي فات وخسروا من نادي الشمس في منطقه القاهره، مع احترامنا لجميع الانديه، نادي الاهلي بنجومه بابطاله بلاعباته بالجهاز الفني بكل حاجه، الموضوع مختلف. يعني احنا عندنا نجمات كبار دايما بيسعدوا الجماهير، ودايما الجماهير بيحطوا عليهم عامل ان يكسبوا كل ماتشاتهم، لكن نخسر مباراه هنقول اصل هي دي اوف، او هنقول ان هي ما كانتش اليوم بتاعنا، او حاجات كتيره مش عايزين نتكلم في الاساس، ان المباراه كانت بفرق كبير بين الاهلي والشمس. نتمنى ان الفريق كره اليد سيدات يتدارك هذا الموقف، وكمان يقدر يفوز بكل بطولات السيزون عشان نقفل الخساره. السنه اللي فاتت كان خسرنا من المعادي برضه مباراه في وسط السيزون، لكن برضه كسبنا الحمد لله كل البطولات. نتمنى ان يكون خساره غير مؤثره على اي بطوله، لكن انا اللي هيتقال ان في مباراه فاصله
بين نادي الاهلي ونادي الشمس على بطوله منطقه القاهره. نتمنى لهم التوفيق باذن الله. خلينا نروح التقرير مع سيدات الاهلي لكره اليد بعد مباراه الاهلي والطيران وترجعوا لنا مره ثانيه. الحمد لله طبعا على الفوز، زي ما احنا عارفين دي بطولة الدوري، احنا الاول الدوري، دوري السنة دي صعب فعلا، انت بتلعب بالظبط ماتشين في الاسبوع، غير ان هم بتوع 2000 كمان بيتمرنوا معانا وبنلعبوا كمان ماتشين، يعني بتلعب اربع ماتشات. انا بصعد من صغر السن اللي هو 2000 و2002 زي ما انت شايف النهارده، ان معظم الناس كلها اللي كانت بتلعب في الملعب موجود، اربعه من ثلاثه من مواليد 2000 وواحد من مواليد 2002. طبعا دي مجهود، لان انا بعد ان شاء الله زي ما بنقول للسنين اللي جايه كلها. مراحل سنية عندي مختلفة جدا، عندي حوالي 5 مراحل سنية في قلب جيل بحاله، دي صعبة جدا انك تقدر تعمل بينهم يعني يبقوا مندمجين مع بعض، داخلين في اللعب مع بعض. ليه؟ لان مستوى البنات اتغير على جميع الفرق. السنة دي الدوري من 4 سنين أو 3 سنين فاتوا ما فيش حاجة اسمها الأهلي لوحده، واحنا قدينا شايفين مستوى البنات صغر السن في الأندية التانية كويس وعالي. الحمد لله احنا عندنا نفس الكلام، بقى في منافسة النهاردة زي ما انت شايف الماتش، رغم ان انا بادئ بالصغر السن عشان ياخدوا الثقة في نفسهم ويشيلوا مسؤولية المباراة انها تكون تقيلة. لا الحمد لله انا شايف ان احنا ماشيين تدريجيا كويس، رغم الاصابات اللي انت عارفها طبعا يا كريم، زي ما انت شايف عندنا نصرة وعندنا دعاء وعندنا سارة الخولي يمكن اول مباراة ليها في الدوري، عندنا غادة طبعا السنة دي مبطلة، عندنا كم كبير، عندنا يارا، عندنا حوالي 5 لعيبة مصابين، بس الحمد لله رغم كده عندنا ناس صغيرين السن ماشيين معاهم وماشيين معانا الحمد لله. انا شايف لا المستوى يطمن، مستقبل النادي الاهلي بخير ان شاء الله. انا عندي المباراه اللي جايه الجزيره، ثم مباراه الشمس اللي هي المباراه الفاصله اللي بيننا وما بينهم، ده الاسبوع اللي جاي، عشان كده يمكن انا مريح كل الناس الكبيره، ابتديت بالصغيرين ونهيت برضو بالصغيرين، الفرقه الناس الكبيره يمكن خدوا معايا وقت صغير، يكون الاصابات ان شاء الله رجعت، وباذن الله يعني هنلعب ماتش بطوله باذن الله. الوقت اللي جاي بالذات الوقت جاي صعب، الدوري السنه دي مقسوم 4، يعني انت بتلعب الدور الاولاني 16 فريق، ثم بتلعب دورة مجمعة من 16 فريق وبتاخد فيهم ساعتها البطل، جنب طبعا منطقة القاهرة انت اول الحمد لله، جنب كاس مصر عندنا برضو في الشهر اللي جاي، ثم بعدها البطولة مباشرة السوبر. كل ده طبعا حمل جامد على البنات، رغم الاصابات اللي عندنا، لكن انا متعشم خير ان شاء الله. البنات بتتعب، الصغيرين بالذات والكبار، ويكون اصاباتنا كلها الحمد لله يعني ترجع ان شاء الله الشهر الجاي. احنا كده كده ماشيين في طريقنا وبنتمرن كويس جدا وبنعمل حساب لكل فرقه، سواء كان ماتش، طبعا ما فيش حاجه اقول في ماتش ضعيف، بس في ماتش اكثر قوه يعني. فطبعا اكننا ماشيين في طريقنا عادي، كل ماتش مهم جدا، تراي ماتش بنركز فيه جدا، طبعا بنحمس بعض جامد قوي الفتره دي، علشان يعني حصل لا قدر يعني حصل كان خساره قبل كده، فاحنا بنحاول نشد بعض وبنحاول نحمس بعض، وكل ماتش مهم ولازم نرجع يعني ان شاء الله نقف على رجلينا تاني. الفرق كلها ما شاء الله بقت تحترم، يعني في اجيال جديده جايه بقوه في كل الفرق، يعني دايما فعلا يعني ما شاء الله الاجيال الجديده حاجه هتفرح يعني. واحنا كمان تقريبا الفرق كلها اغلبيتها بقت في يعني في رينج اللي هو ال 20 ال 2002 و2000 ويعني انا بقيت مثلا من كبار الفرقه، فيعني الحمد لله يعني. ففعلا الاكتر بيبقوا صغيرين، اللي عنده هدف دايما بيضحي وبيسعى وبيعمل مجهود عشان يوصل له.
احنا النادي الاهلي وكده كده يعني هدفنا معروف ان احنا ناخد الاربع بطولات، فبنضحي بقى ويعني وبنعمل مجهود يعني. الحمد لله ان احنا كسبنا الماتش ده. احنا فعلا عندنا اصابات كتير، بس احنا فرقه يعني بنشيل بعض، ده اهم حاجه عندنا. احنا مثلا عارفين ان احنا عندنا اصابات في مراكز كذا وكذا وكذا، الموجود لازم يأدي ولازم يشيل علشان احنا لازم نشيل بعض عقبال ما هم ييجوا كويسين ان شاء الله في السلامه، وكلنا نبقى نشيل بعض بعدين. فبنعمل مجهود زياده علشان الموضوع ده ما ياثرش علينا في الملعب، فيعني الحمد لله. والكابتن طبعا بيشتغل معانا ان احنا نبقى يعني كل واحد يلعب في اكتر من مركز، كل واحد يقدر يأدي في اكتر مركز، علشان لو في حصل زي عجز زي ما انت بتقول عجز عندنا في مركز معين التاني يشيل. هو فعلا السنه دي احنا كلنا قريبين من بعض، وحاجه كويسه ان الصغيرين يتعلموا من الكبار. احنا دايما معروفين في تيم النادي الاهلي بيبقى عنده مبادئ النادي الاهلي، فالصغيرين هيتعلموها مننا. فاحنا لما احنا نبقى نسيب احنا نبقى مطمنين ان الفرقه المبادئ بتاعتها موجوده في الصغيرين. احنا عندنا التزام مهم جدا، اللبس، كل حاجه، كل الحاجات دي لازم يعني صغيرين بيشربوها مننا، فبيحسوا يعني ايه فيرست تيم النادي الاهلي، يعني ايه الفيرست تيم مختلف عنهم عندهم في الناشئين، فهم بيبقوا مبسوطين واحنا بنديهم الخبره بتاعتنا على قد ما نقدر. فعشان كده يعني احنا كلنا بنكمل بعض، هم لسه صغيرين واحنا كبار، فاحنا الفرقه بتاعتنا متجانسه يعني الحمد لله على قد ما نقدر. احنا فعلا زي ما انت بتقول لسه ما فيش ولا بطوله بقت عندنا في النادي، بس ان شاء الله ناخدهم كلهم. احنا بنتمرن، احنا يعتبر من اكتر الفرق اللي بتتمرن في مصر، فاحنا دايما بنعمل يعني لازم بيبقى عندنا اعداد بدني كويس جدا، لازم بنكون بنتمرن على الهاند بول كويس جدا. المشاكل اللي بنتقابلها في الماتشات الكابتن بيشتغل معانا على قد ما نقدر ان احنا نحلها، فما نحاول ما نسيبش اي ثغره تخلي ان احنا نخسر بطوله او حاجه. ان شاء الله خير يعني. كابتن ياسر صلاح اتكلم كلام وقال ان انا عندي 5 مصابين، هو المدير الفني لسيدات الاهلي كره اليد. تعليقا على الكلام كابتن ياسر، 5 مصابين عندنا نجمات وابطال وبطلات في النادي الاهلي يقدروا يعوضوا، يقدروا يكسبوا، مش عايزين نحل خساره ومش عايزين المكسب، محتاجين في المرحله اللي جايه البنات يعرفوا يعني ايه مكسب، لان احنا متعودين من فرق سيدات الاهلي او كره اليد سيدات النادي الاهلي على البطولات والانجازات. نتمنى التوفيق في المرحله اللي جايه باذن الله. هنسيب سيدات الاهلي وكره اليد وهنروح للطايره وكره الطايره وكره الطايره ناشئين تحت 15 سنه بيفوزوا في بطوله الجمهوريه على نادي دلفي بنتيجه 3-0. مباراه قويه جدا بين الاهلي وبين نادي دلفي، قدر نادي الاهلي يفوز بنتيجه 3-0، 25-23، 25-12 و25-16. مباراه اقيمت في صالة الأمير عبد الله الفيصل في الجزيرة، وقدر النادي الأهلي يحط سيطرته، فرض سيطرته داخل المباراة بنجوم الفريق تحت 15 سنة. هنروح لرجال الطايرة، لكرة الطايرة رجال في النادي الأهلي برضو نفس الكلام. الدوري واقف بسبب وجود لاعبي النادي الأهلي، 8 لاعبين موجودين في منتخب مصر اللي بيستعد للتصفيات المؤهلة لدورة طوكيو اللي هتقام في مصر. عندنا 8 لاعبين مع المنتخب والباقي مع كابتن ميدو. كابتن ميدو لقى انه برضو تاني مرة السنة دي اول السيزون طلع الناشئين او الشباب عندنا عشان يتمرنوا مع الدرجة الأولى. نفس الكلام بيحصل، بس تاني هيعيد برضو فترة الإعداد مرة تانية علشان يقدر الفترة كبيرة شهرين او هتخلص على اخر يناير، فعشان يرجعوا مرة تانية يبقى في فورمة، يبقى الاتنين مع بعض. كابتن ميدو بدا يخش تاني للنواحي البدنيه، يهتم مره اخرى بالنواحي البدنيه وللفريق من خلال الجيم، لان الموضوع عنده عشان يقدر يعوض غياب اللاعبين الموجودين في بطوله اللاعبين اللي بيستعدوا لبطوله افريقيا المؤهله لطوكيو، فعايز يعوض بالشباب، فبدا يشتغل مع الشباب عشان يكونوا جاهزين على المباريات باذن الله بعد انتهاء البطوله الافريقيه. سيب كره الطايره وهنروح لكرة السلة، كرة السلة وجماهير النادي الأهلي سبورت كل الفرق، لكن كرة السلة بشكل مختلف السنة دي. بدأ بداية قوية لكن سرعان ما خسرنا دوري المرتبط وطلعنا التالت. مفيش مشكلة خالص، لأن مش دايما هنكسب، لكن في الآخر بدأ مرة تانية نستعيد الأمور، وبدأ فريق السلة يلعب بمستواه المعهود اللي احنا كلنا عارفينه وعارفينه عن فريق كرة السلة من بداية السيزون السنة مع كابتن أشرف توفيق.
قدر يفوز على نادي القناه في دوري السوبر رجال في دور ال 16، ماتشين، الماتشين اتلعبوا على ارض على صاله الامير عبد الله الفيصل في النادي الاهلي، قدرنا نفوز في الماتشين بنتيجه 79-59 و73-45. بكده وصلنا للدور الثاني او الدور الاهم وهو دوري السوبر. دوري السوبر السنه دي دوري قوي جدا، دوري من نار بسبب وجود محترفين وبسبب كمان المحترفين اقوياء جدا في كل فرق. 8 فرق وصلوا، 8 فرق: الاهلي، الزمالك، الجزيره، اتحاد، سبورتنج، سموحه، الجيش، مصر التامين. لكن دوري السوبر ده يعني شويه برضو سنه مختلف، بمعنى ان اول مرحله فيه في دوري السوبر مرحله رايح جاي. الرايح جاي ده بالنسبه لفريق الاهلي او بالنسبه لكل الفرق هو مرحله ترتيبيه. ترتيبيه ليه؟ عشان نرتب من اول للتامن، فاكيد المرحله دي مرحله مهمه لان المكسب بيجيب مكسب، واكيد واحنا كسبانين الماتشات بنروح الماتشات اللي بعد كده او النهائيه بشكل مختلف لكل الفرق. كل الفرق بتدي تهاب هذا الموقف لان الاهلي بشكل مختلف بنجوم كبار جدا بقياده فنيه رائعه كابتن اشرف توفيق. فبعد ما يخلصوا الدوري رايح جاي هيرتبوا الفرق من الاول للتامن ويبتدي الاول يلعب التامن وهكذا، بس المره دي هنلعب خمس ماتشات. خمس ماتشات، اللي يكسب ثلاثة بيست اوف فايف، اللي يكسب ثلاثة يعدي للمرحلة اللي بعديها. نتمنى التوفيق بإذن الله لفريق الأهلي، هيبدأ إن شاء الله ماتشاته يوم السبت بإذن الله اللي جاي مع نادي الجيش في أول مباراة في دوري السوبر. بجانب ده كابتن أشرف توفيق عمل جلسة فنية، قعد مع اللاعبين محاضرة فنية، زي ما إحنا جوه الملعب عندنا تكتيك كمان لازم محاضرة فنية تتاخد في اجتماع. فعمل اجتماع مع اللاعبين عشان يحسهم على المرحله اللي جايه ان اخد بطولتين، ناقص لنا بطولتين في السيزون، دوري سوبر وكاس مصر، ما عندناش تاني خلاص، السنه دي في كره السله الرجال اثنين بطولتين فقط، دوري سوبر مهم جدا وكمان بطوله كاس مصر. كابتن اشرف توفيق اتكلم في المحاضره عن بعض الامور الخطيه الخاصه بالمرحله اللي جايه في دوري السوبر واسلوب اللعب عشان يقدروا ينزلوا يطبقوها في الماتشات اللي جايه وكمان يطبقوها في التدريبات. خلينا نخرج لتقرير مع كرة السلة رجال وترجعوا لنا مرة تانية تشوفوا قالوا ايه. طبعا كابتن اشرف ده قيمة كبيرة كلنا، يعني سواء كجهاز مساعد لكابتن اشرف او كلعيبه بنحاول نستفيد من خبراته وناخد من خبرات السنين اللي هو عاشها ومواقفه. غير كابتن اشرف ما شاء الله يعني معروف عنه انه راجل باسكتبول بتاعه عالي جدا، قربي من اللعيبه في السن ده طبعا ممكن يكون العقل قريب من بعض، انت تبقى عارف هم محتاجين ايه، نفسياتهم، الحاجات اللي بتبقى مهمه بس هي خارج الباسكت مهمه، بس جوه الباسكت طبعا مفيش سن، في احترام بيننا، كل واحد عارف شغله وعارف واجباته وعارف اللي عليه وعارف اللي ليه ايه واللي عليه ايه. والفرقه طبعا كلها ما شاء الله اخلاقهم عاليه ومحترمين والحمد لله الدنيا ماشيه كويس، ويا رب ان شاء الله يكتب لنا خير الفتره الجايه باذن الله. كده احنا الحمد لله تاهلنا لدور الثمانيه في دوري السوبر، هنلعبه بنظام بقى رايح جاي، ثمان فرق هيبقوا ثمان فرق كبار تقال جدا، يعني المتوقع ان شاء الله ان هم الحمد لله احنا كده صعدنا: الاتحاد السكندري، الجزيره، الزمالك، سموحه، الجيش، مصر التامين، سبورتنج. فما فيش ماتش سهل خالص، الماتشات كلها صعبه، الفرق كلها مدعمه بشكل كبير، الفرق كلها مستوى الامريكان اللي موجود والمحترفين اللي في الدوري دلوقتي حاجه ما شاء الله، يعني كل الناس صارفه على الفرق بتاعتها، مستوى الباسكت عالي، اللعيبه المصريين الامريكان اللي انضموا للنوادي كتير منهم احنا على سبيل المثال احمد اسماعيل او ايهاب امين لو كان بره ورجع على النادي الاهلي، فاللعيبه في انديه كتير عامله اضافات، ماتشات يعني هيبقى الاجهاد فيها عالي جدا، هنحتاج كل لعيب في القائمه، ال 15 لعيب محتاجين مجهودهم معانا، فربنا يكتب الخير ان شاء الله. في لعيبه كتير جديد على النادي الاهلي، احنا السنه دي من القوام ال 15 في 8 جداد على النادي الاهلي، فطبعا بس هم عارفين النادي الاهلي انه يعني التيشيرت اللي هم جايين يلبسوها دي قيمتها ايه والطلبات المطلوبه من جمهورهم ومجلس ادارتهم والناس في النادي ايه، وهم ملتزمين. حصل لنا باد لك في ماتش الجزيره بتاع دوري المرتبط، وممكن تكون مش دي البطوله المحبذه لجمهور النادي الاهلي، طبعا انت عارف الكاس والسوبر اكثر قيمه بالنسبه
الجمهور خصوصا دوري السوبر اكتر من الكاس كمان، لان ده هو الدوري العام اللي هيأهلك انك تلعب في بطولة افريقيا. فبقول لرجالتنا ان مفيش، وده اللي هم عارفينه، مفيش حد ان شاء الله هيبخل باي جهد او اي نقطه عرق عشان نحاول باذن الله نسعد جمهور النادي الاهلي اللي احنا تعبنا قوي من الصيف ان احنا نحاول نبني فرقه. احنا مش بنين فرقه عشان نخطف بطوله السنه دي ونجري، احنا بنين فرقه عشان النادي الاهلي يقدر ان هو 10 سنين الجايه متوسط اعمار فرقته 23 24 سنه، يقدر ان 10 سنين الجايه يقدر ينافس ويفوز بالبطولات، وربنا يكتب الخير ان شاء الله. طبعا النهارده يعني خطوه مهمه لبدايه دوري السوبر. طبعا دوري السوبر يعني اهم بطوله في السيزون، واحنا بنتمرن من اول السنه يعني عشان نركز في البطوله دي. يعني الفتره الجايه طبعا مهمه جدا، اهم فتره في السيزون. بشتغل على نفسي يعني كل يوم، بتمرن مع كابتن احمد الجرحي وساعات كابتن اشرف. وطبعا يعني بعد اللي حصل الفتره اللي فاتت يعني احنا مركزين اكتر نشوف غلطاتنا ونتعلم منها. يمكن احنا كفريق لسه يعني كل يعني في حوالي 7 أو 8 افراد جداد، فلسه يعني هما يعني بنحاول ناخد على بعض في الملعب وده، فنطلب بس يعني من الناس ان هي تصبر علينا شويه. طبعا يعني الفوز بالبطولتين الجايين الكاس مصر والدوري ان شاء الله، بطولتين صعبين جدا كل المنافسين فيهم تقال، فان شاء الله نطلب يعني الدعم من الجماهير. طبعا دلوقتي الفرقه كلها جديده، يعتبر يعني في 8 انفار جداد، التوليفه زي ما انت قلت الكوتش يعني مزج ما بين الخبره وما بين لعيبه صغار السن عشان يقدر يبقى في ضغط، يبقى في انواع الدفاع مختلفه. الحمد لله احنا نجحنا بشكل كبير الفتره اللي فاتت، الحظ ما حلفناش في ماتش الجزيره، ولكن يعني نعتبر حلفنا بنسبه كبيره ان احنا قدرنا نحفظ بعض، نفهم بعض، نقدر نشوف ده بيتحرك ازاي، ده بيلعب ازاي. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تكون لينا كلها باذن الله، البطولتين اللي فاضلين ان شاء الله يكون لينا نصيب فيهم ان احنا ناخدهم ونبسط الجماهير ان شاء الله. كابتن احمد الجرحي يعني يعتبر احنا كلنا معظمنا لحقوا في الملعب ولعب معاه، دي ميزه كويسه قوي ان هو بيقدر يفهمنا، بيقدر يفهم امتى اللود عالي، امتى الناس تريح، امتى الناس تزود، قريب مننا جدا في سننا وفي تعاملنا، دي حاجه ميزه طبعا لينا على زياده الفرقه. يعني بالنسبه لكابتن اشرف بيتعامل نفسيا معانا كويس جدا، الماتشات اللي جايه معظمها يعني المستويات متقاربه، فلازم بيبقى فيه احنا زياده نفسيا، زياده نفسيا مرتاحين نفسيا، بيعرف يتعامل معانا يقول لنا ايه الصح اللي نعمله، ايه اللي مش صح، ايه اللي المفروض نزود منه الفتره اللي جايه، ازاي نريح، نعمل ايه في الراحه. كل ده بصراحه كابتن اشرف يعني قريب مننا فيه وفاهم دماغنا، واحنا الحمد لله الفتره اللي فاتت يعني جمعنا دماغه لحد ما. الموسم ده يعني يعتبر اصعب، حتى الفرق الثمانيه اللي تحت جامدين، جايبين محترفين على مستوى عالي، كله مدعم بصراحه، كله واخد الموضوع ان هو بروفيشنال بجد، ان كل حاجه ليها يعني كل ماتش ليه حساباته، مفيش دلوقتي ماتش يخلص من الاول، مفيش ماتش تبقى متكهن نتيجته من قبل ما يبدا، كل الماتشات في الملعب، هي في الاول وفي الاخر توفيق ربنا ونلعب رجاله والباقي كله ان شاء الله على ربنا باذن الله. زي شفنا في التقرير كرة السلة ورجال كرة السلة وهم عندهم الروح والحماس بيتكلموا ازاي؟ بيتكلموا ان البطولتين اللي دول اللي جايين هم اهم بطولتين في السيزون، هم عارفين مدى قوة دوري السوبر، دوري السوبر هو أقوى بطولة موجودة في اتحاد كرة السلة، لأن فعلا هو الدوري زي الدوري العام، زي دوري المحترفين في كرة اليد هو أهم دوري، الدوري ده اللي هو رايح جاي بعد كده بيست أوف فايف، هو ده الدوري القوي جدا اللي هو هيحدد على أساسه بطل السيزون. لان البطوله حتى في بطوله السوبر بيلعبوا بين دوري السوبر وبطل الكاس، البطوله السنه الجديده او السنه الماضيه كانوا بيلعبوا دوري السوبر وبطل الكاس، هي دي البطوله الاهم فعلا. رجالتنا من كلامهم عندهم احساس بالمسؤوليه واضح جدا، نتمنى لهم فعلا ان كل الماتشات اللي جايه ماتشات كؤوس بدون عنوان، ماتشات كؤوس، مكسب بيجيب مكسب، وان شاء الله باذن الله يسعدوا جماهير النادي الاهلي في المرحله اللي جاي. هنسيب كرة السلة رجال وهنروح لكرة السلة سيدات، والكلام كله عن خسارة اللقب الأفريقي أو دخولنا إلى المركز الثالث، حديث كبير جدا هنتكلم فيه مع كابتن علي هاشم. لكن نجمات الفريق كابتن جنة مصطفى بتقول إن عدم التوفيق وراء ضياع اللقب الأفريقي، هم كانوا داخلين البطولة البلدنا كانوا عارفين إن أهم حاجة عندنا اللقب الأفريقي، كل الناس مجلس اداره، نشاط رياضي، جهاز، كل الناس عندنا حلم ان نحقق البطوله الافريقيه، بالذات اللي على ارضنا وبالذات اللي احنا كمان دعمنا، لكن الفرقه الافريقيه قويه جدا. جنى مصطفى بتقول ان التوفيق لم يحالف الفريق في مباراه انتر كلوب،
الانجولي التي اقيمت في نصف نهائي البطوله. واضافت جنة ان عدم التوفيق في الثواني الاخيره في مباراه انتر كلوب تسبب في خساره الاهلي للمباراه بفارق نقطه واحده، لكن الفريق قدم بطوله كبيره وظهر بشكل جيد في جميع المباريات. وقالت كمان ان الجهاز الفني واللاعبات كانوا عايزين يحصدوا اللقب الاول في التاريخ خلال المشاركه في البطوله الافريقيه، لكن احنا سعداء بتحقيق اول مركز لمصر والنادي الاهلي وهو المركز الثالث في البطوله الافريقيه. كل كلامها كمان بتقول ان هو النادي الفريق خلاص هيستعد لحصد، بيستعد بقوه لحصد البطولات المحليه وهي البطولات الاهم دلوقتي، لان اي بطوله بنخسرها واي بطوله بنعدي منها بننساها وبنخش على البطوله اللي بعدها. فاهم حاجه ان كل بطولات السيزون لسه موجوده، منطقه القاهره لسه ما خلصتش، كمان السوبر المرتبط وبعد كده كاس مصر ودوري سوبر سله، المباريات متعاقبه جدا. جنة قالت كده، لكن خلينا نشوف هاله شعراوي كابتن هاله شعراوي قالت ايه. اغلقنا الملف الافريقي ونستعد لدوري المرتبط، نجمات الفريق خلاص قفلوا الملف الافريقي بيستعدوا لدوري المرتبط وهيستعدوا للبطولات اللي جايه في المرحله اللي جايه. قالت ان البطوله الافريقيه كانت احتكاك قوي جدا للفريق على المستوى البدني والتكتيكي، فعلا على المستوى البدني كنا بنلعب افارقه يعني مستوى بدني قوي جدا جدا جدا، ومستوى التكتيكي كمان كان عالي جدا في البطوله. اكدت ان الفريق والجهاز الفني اغلق الملف الافريقي ونستعد بقوه للمشوار المحلي وتحديدا لمباراه نهائي دوري المرتبط امام الجزيره. لكن كابتن هلا شعراوي اختلفت عن كابتن جنه مصطفى، بتقول ان الفريق تعرض لظلم تحكيمي في مباراة انتر كلوب، وكل الناس خبراء كرة السلة اجمعوا ان اخر لقطة في المباراة ان الاهلي ما كانش ينفع يتاخد عليه فاول ويتحسب عليه والفريق تكسب بفرق بونت واحد. كل الناس خبراء كرة السلة، ودي حاجة مهمة جدا في كلامنا النهاردة مع كابتن علي هاشم، وقالت ان الفريق لا يستحق احتساب اي خطأ له في الثواني الاخيرة. واشارت ان مباراة سبورتنج ما كانتش سهلة، يعني مباراة سبورتنج في تحديد المركز الثالث والرابع ما كانتش مباراة سهلة عليهم، لأن كان دي كان تحديد الميدالية وهي أول ميدالية لمصر وأول ميدالية للنادي الأهلي، كانت مباراة مهمة جدا دخلوها بثقة تامة إن هم يقدروا يكسبوا نادي سبورتنج عشان ينتزعوا الميدالية البرونزية في آخر البطولة الأفريقية، ما يخرجوش ما فيش أي ميداليات ليهم. أشادت هالة كمان بالروح القتالية والعزيمة والإصرار اللي كان عند اللاعبات والجهاز الفني لتحقيق الهدف، لكن عدم تحقيق الهدف مش هو نهاية المطاف، لكن بيبصوا للمرحلة اللي جاية بإذن الله، ودي أكيد ربنا يوفقهم، لأن فعلا بطولة أفريقيا كان عندنا نجمات كبار لعبوا وأدوا ما عليهم، لكن ظلم تحكيم واضح في دورات الدور قبل النهائي. خلينا نسيب كرة السلة ونقول آخر خبر معانا النهاردة برضو عن كرة السلة سيدات في النادي الأهلي. كابتن علي هاشم بيدي راحة لسيدات سلة الأهلي، الماتشات كانت قويه جدا في بطوله افريقيا، خارجين منها لازم يدي راحه سلبيه، راحه سلبيه يعني كله خلاص بيريح، مفيش تدريبات، مفيش اي نوع من انواع التدريبات خالص، ولا صبح ولا مع دور ولا اي حاجه خالص ولا كلام، ننسى كره السله شويه علشان نقدر في المرحله اللي جايه نعوض او نخش البطولات اللي جايه عشان نقدر ربنا يكرمنا ونكسب. كابتن علي هاشم حرص على منح اللاعبات راحه سلبيه بعد الانتهاء من بطوله افريقيا لكره السله وتتويج بالمركز الثالث وتحقيق اول ميداليه للانديه المصريه، وبعد انتهاء فتره الراحه هيبدا الجهاز الفني لاستعادته لمباراه الجزيره في نهائي دوري المرتبط، وده شيء مهم جدا جدا. نتمنى لهم التوفيق في المرحله الجايه، بنقول لهم هارد لك، لكن اللي جاي ما عندناش خلاص، مستنيين كل البطولات اللي جايه منكم باذن الله، لانكم فعلا نجمات تستحقوا التتويج في البطوله الافريقيه اللي فاتت. لكن خلينا نتكلم على المستقبل باذن الله في الاربع بطولات اللي جايين. خلينا نخرج لفاصل وتقرير ونستقبل كابتن علي هاشم المدير الفني لسيدات كره السله في النادي الاهلي عشان نتكلم معاه ونفتح ملف البطوله الافريقيه معاه، وهيكلم انا عارف ان كابتن علي هاشم هيتكلم معانا في اسرار البطوله الافريقيه وهيتكلم معانا بحب جدا وهيقول كل حاجه هو عايزها، لان فعلا محتاجين نسمع منه. نخرج لفاصل وتقرير وترجعوا لنا مره ثانيه.
نجح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني علي هاشم في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث خلال مشاركته في البطولة الإفريقية رقم 25 للأندية التي استضافت القاهرة خلال الفترة من 16 حتى 14 من ديسمبر الجاري. قدم المارد الأحمر مستوى مميز في البطولة وتوج بالميدالية البرونزية في المشاركة الأولى له في البطولات القارية. استطاع الفوز على أبطال كل من بنين، الكونغو، نيجيريا، إضافة إلى منافسه التقليدي سبورتينج السكندري. لم يخسر شياطين الحمر سوى من أبطال القارة وهما فريقا فيروفيارو الموزمبيقي حامل اللقب وإنتر كلوب الأنغولي وهو صاحب الوصافة للعام الثاني على التوالي. ويمتلك الفريقان لاعبات لديهن الخبرة والقوة البدنية التي تؤهل لحصد اللقب أيضا. الأهلي نجح في استقدام لاعبة محترفة ألا وهي الأمريكية كيسلي ميتشل التي تمتلك مهارات وفنيات كبيرة تحصلت عليها بفضل خبراتها الكبيرة من خلال لعبها في الدوري الأمريكي حيث توجت بثلاثة كؤوس في البطولة ألا وهي كأس أحسن مسجلة للنقاط برصيد 173 نقطة، كأس أحسن مسجلة للثلاثيات في البطولة برصيد 28 ثلاثية، كأس أحسن صانعة ألعاب. كما حصلت المحترفة الأمريكية الأخرى شاكيلا نان على جائزة أحسن مستحوذ على الكرات برصيد 87 كرة. الأهلي أصبح يمتلك فريقا يقدر على المنافسة القارية من خلال لاعبات اكتسبنا الكثير من الخبرات واستطعنا كسر عقدة اللاعب داخل القارة السمراء، بل أنهن كنا قاب قوسين وأدنى من اللاعب على كأس البطولة لولا سوء التوفيق، حيث خسرنا أمام إنتر كلوب الأنغولي في النصف النهائي بفارق نقطة واحدة. النسر الأهلاوي يسعى بكل قوة لبسط سيطرته على القارة السمراء في قادم المناسبات ليحقق اللقب الأول لمصر على صعيد الأندية النسائية، مثلما كان هو السباق بحصده للميدالية الأولى في تاريخ الأندية المصرية بعد حصوله على برونزية هذا العام. أهلا بكم في الفقرة الأخيرة والفقرة الحوارية مع كابتن علي هاشم المدير الفني لسيدات كرة السلة، اللي فعلا قدروا يحققوا إنجاز أو حققوا ميدالية، لكن فعلا هم في الآخر كان في عرق وجهد وتعب داخل أرض الملعب بقيادة الكابتن علي هاشم المدير الفني لسيدات كرة السلة في النادي الأهلي. كابتن علي هاشم بنرحب بيك، نقول لك مبروك ولا أقول لك هارد لك؟ بصراحة يعني أقول لك إيه؟ يعني مش عارف أقول مبروك ولا اقول هارد لك على ان انت خسرت بطوله افريقيا، يعني مش عارف. اولا مبسوط جدا يا كابتن خالد ان انا معاك، بقى سعيد والله وانا جاي. يعني بالنسبه لاول مشاركه افريقيه يعني انا راضي تماما، يعني كان ممكن نبقى في الفاينل بس طبعا الظروف اللي حصلت والناس كلها شافت اللي حصل، ولو كنا وصلنا الفاينل كنا هناخد البطوله ان شاء الله يعني، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا راضي تماما على المشاركه الاولانيه في تاريخ كره السله سيدات في النادي الاهلي، حاجه كويسه واول مره في تاريخ مصر كلها يعني الفرقه من مصر توصل للكلام ده على مدار التاريخ البطولات كلها. هسال سؤال، احنا شاركنا قبل كده ولا ما شاركناش خالص ولا فرقه من مصر شاركت؟ لا يعني ما حصلش اي مشاركه، ما رحناش خالص. النادي الاهلي ما راحش خالص على مدار التاريخ، عمره ما شارك في البطوله دي. نادي سبورتنج اعتقد راح مره سنه 95 او حاجه كده، بس كان خرج من ادوار التمهيديه. اكيد في دروس مستفاده من البطوله، اكيد هنتكلم على البطوله، هنتكلم على كل حاجه والماتشات الصعبه والحكم اللي جه علينا والحكمه، يعني هنتكلم على كل حاجه. يعني خليني اقول اكيد عندك دروس مستفاده من اول مشاركه افريقيه النهارده مع النادي ده. طبعا دروس مستفاده كتيره يا كابتن خالد، اولها الخبره اللي البنات زودوها، هم كده اوريدي فرقه النادي الاهلي عندها خبره ان هم اقل واحده لعبت 2 افريقيا في المنتخبات، استفادوا من البطوله دي جدا، كانت اول بطوله للانديه على ارض مصر، زادوا خبره اكو اكتر وبالذات اللي هي جايه ان سيزون. يعني البطوله دي انا اعتقد جهزتنا كويس قوي قوي يعني للدوري والكاس وبقيه السيزون، يعني جت في توقيت كويس. طب هنرجع شويه ورا وقبل البطوله، قبل البطوله اتكلمنا انا وانت وقلت لي بصراحه انا بجهز ان احنا
ما شاء الله عليك عندك طموح وهدف النادي الاهلي كله كده ان احنا نكسب البطوله. لما دخلت جوه اجواء البطوله كان عندك احساس ان انت هتقدر تعدي ولا لقيت التكتيك او النواحي الفنيه للفرق الثانيه فيها حاجات اعلى من عندنا؟ لا انا زي ما انا قلت لك انا البطوله دي خدناها على مراحل. ازاي ان هم اول مره ان بطولات افريقيا دي زي المنتخبات بالظبط لازم ما ينفعش تبص لقدام غير لما تعدي الادوار الاولانيه خالص. فاحنا اشتغلنا بنفس الكلام دوت لحد ما وصلنا لجيم السيمي فاينال. كنا قريبين جدا قريبين جدا وربنا ما وفقش يعني. طيب محترفات داخل البطوله كان محترفه بصراحه كيلسي ما شاء الله عليها هنتكلم عليها كتير. لكن في كلام انتشر ان كيلسي دي اتغيرت ما كانتش هي اللي جايه، كانت في واحده ثانيه اللي جايه وانت جبتها اخر 24 ساعه، الكلام ده صح ولا لا؟ لا لا خالص خالص، احنا كان قدامنا ثلاث اختيارات، كان كيلسي بالنسبه لنا رقم اثنين. الاولانيه رفضت ان كان عندها كانت في منتخب امريكا كانت بتلعب الاولمبيكس. كيلسي اتاخرت في الرد، مش هي اللي اتاخرت، هي كانت موافقه وكل حاجه الايجنت بتاعها، بس هو كان فرق التوقيت والكلام ده، كان التفاوضات كانت بتتاخر شويه، الرد ومش الرد والكلام دوت. وتالت واحده كانت رافضت بس، لكن احنا واخدين منها كونفيرم من رابع يوم مفاوضات. من رابع يوم مفاوضات واخد اللي هي اوكي معاك. اوكي اوكي. طيب انت من وجهه نظرك ايه اللي ينقص الفرق او فرقه النادي الاهلي عشان نقدر في البطولات اللي جايه نقدر نقف على حظ اللقب؟ مفيش، بعد البطوله دي احنا لو البطوله دي اتعملت السنه الجايه احنا باذن الله وانا بقولها من قناه النادي الاهلي احنا في الفاينل باذن الله. مفيش يعني، هم زي ما قلت لك فرقه النادي الاهلي عندها خبره اللي عندها خبرات. الاجنبيه ساعدتنا. كيلسي ساعدتنا. بس برضو هي مش تلعب لوحدها، يعني كان معاها 11 لعيب كلهم عندهم خبرات وكلهم منتخب مصر وفيهم ناس لعبت كاس عالم. بكلمك بصراحة التعامل مع نجمات كتيرة في الفريق، أنت عندك نجمات ما شاء الله، مش هنقول واحدة، عندك 12 نجمة داخل الفرقة وداخل بطولة أفريقيا، التعامل معاهم بيكون شكله إزاي؟ مع نجمات كبار زيهم؟ مفيش، هو كل النادي الأهلي أنت عارف يا كابتن خالد كل واحد عارف إيه حدوده وإيه وظيفته وإيه شغله. نجمات وكل حاجة وأنا مرنتهم من هم صغيرين، الجاب يعني مفيش جاب بيني وبينهم خالص. هو شغل، انت جوه الملعب انت بتشتغلي مطلوب منك واحد اثنين ثلاثه، بره الملعب احنا ما فيش اي مشكله خالص. والنادي الاهلي شغل. الاهلي اتحط في مجموعه فيها فاب وفيها فرافيارو وسي ال اس الكونغولي، شفت المجموعه دي ازاي؟ هي المجموعه الاسهل ولا الاصعب من الناحيه الثانيه؟ لا المجموعتين احنا من يوم القرعه حتى قلتها المجموعتين متوازنين. يعني احنا كنا احنا وفرقه موزمبيق وسبورتنج راح الناحيه الثانيه هو وانتر كلوب، ويجي في تاني ليفل الفرقتين اللي معانا والفرقتين اللي معاهم، يعني المجموعه كانت متوازنه يعني. هل بطوله افريقيا طلعت الاربع فرق فعلا ان هم اقوى اربع فرق متواجدين؟ صحيح. دي حقيقه. دي حقيقه. طب خلينا نتكلم على مباراه، نبدا بمباراه فاب، وكانت بدايه وكانت اول مره نلعب بطوله افريقيا، دخلت البنات المباراه دي شكلها ازاي؟ وقلت لهم ايه قبل ما يخشوا يلعبوا اول يوم بطوله افريقيا؟ مباراه فرقه موزمبيق دي احنا كانت بالنسبه لنا اخر ماتش كان في المجموعه، كان يهمنا ان احنا نطلع اول المجموعه دي، كانت هتبقى الطريق اسهل شويه يعني مش اسهل طبعا، كنا هنروح الفاينل بس كنا هناخد سبورتنج في دور الاربعه، فالفرقه انت عارفها وشايفها وحافظها وبتلعب قدامها بقالك سنين، فكان هيبقى التعامل معاها اسهل شويه. فروحت مباراه فرافيارو موزمبيقي عشان بدافع المكسب 100%. دافع المكسب عشان تقدر تاخد كروس النادي سبورت. بالظبط، كنا عايزين نبعد شويه عن فرقه انتر كلوب في يعني كنا عايزين نجيبهم في وش بعضهم. بس ما قدرتش. لا ما ربنا ما كرمش الجيم ده، مع اننا برضو يعني لعبنا جيم كويس قوي. لعبنا جيم كويس قوي، في شويه غلطات حصلت بس ده وارد في الباسكت بول. كنا برضو خسرانين وعملنا كامباك كويس ورجعنا تاني، بس برضو ما توفقناش في الجيم ده. كان في عدم توفيق شويه في الثلاثيات في الجيم ده، يعني شفت سوريا شفت كيلسي ما كانش كانت بترمي على الباسكت بس ما كانتش كور، يعني كان نسبتهم قليله شويه. ما حتى برضه انا قلتها في بعد الجيم، وما احنا الجيم ده ما توفقناش يعني ما توفقناش. كيلسي برضه ما كانتش نفس نسبها، سوريا برضه مش نفس نسبها، التراب الفاول بتاع كيو قعدت بره كوارتر ونص ده برضه كان ما اثر معانا، يعني سبتها كوارتر ونص بره او 12 دقيقه حوالي.
فده اثر يعني اثر معانا في الجيم ده برضه. لو رحنا لمباراه فرافيارو موزمبيق خسرت، عرفت ان انت رايح في اتجاه مختلف تماما، مش ده الاتجاه اللي انت عايزه. قلت ايه للبنات بعد المباراه؟ ولا حاجه خالص، احنا قلنا لهم الفرقه اللي عايزه تكسب البطوله هتاخد اي حد في سكته خلاص. احنا كنا عاملين بلان اي وبلان بي، لو رحنا بلان اي زي ما كان لو كنا كسبنا كان هتبقى الطريق اسهل للفاينل. مش برضه فرقه سبورتنج فرقه محترمه وفرقه بطل مصر ما توفقناش، احنا كده كده خلاص احنا عايزين، احنا عندنا تارجت اللي احنا نروح الجيم الفاينل، فهناخد اي حد في سكته. لو قلت لك كابتن علي اصعب مباراه عدت عليها لي على كابتن علي هاشم داخل البطوله دي تقول اي مباراه؟ بص هما ماتشين الصراحه، الماتش الافتتاح والماتش بتاع السيمي فاينل. ماتش الافتتاح، ماتش الافتتاح مع فاب الكاميروني، ماتش الافتتاح ده كان كنت قلقان؟ قلقت شويه قبل الجيم. القلق الطبيعي يعني، ان ماتش الافتتاح ده بتوصل مسج للناس كلها وللفرق انت رايح فين او شكلك عامل ازاي. فطبعا كانت اول مشاركه افريقيه بالنسبه للفرقه، والبطوله في مصر ومتشافه، وانا فوجئت يعني لسه امبارح يعني مصر كلها متابعاها يعني. دي حقيقة. مصر الرياضه عندنا بقت في كل المجالات الرياضيه اللي هي متشافه كده. لا كويسه قوي. فكان الجيم الاولاني مهم لينا قوي. يعني انت قلت لهم بس اول كوارترين لو عدينا 78 47 الفرق كبير جدا. كنا مركزين جامد جدا، كنا مركزين جامد، وفي نفس الوقت الجيم الاولاني انت ما معكش داتا عن اي فرق يعني. انت كان الداتا الوحيده اللي عرفنا نجيبها من قبل البطوله انتر كلاب والفرق بتاعت موزمبيق بس. باقي الفرق ما فيش، بتشوف سكاوتنج، بتشوف اسماء، بتشوف الستاتس ايه، الارقام بس. طبعا بيبقى الفرق ساعات متغيره يعني فرقه الكاميرون دي 8 من لعبوا البطوله السنه اللي فاتت مش موجودين السنه دي، فما كانش عندنا اي معلومات عن ده. دخلت المباراه الثانيه مع فريق كونغولي سي ان اس وفزت بنتيجه كبيره جدا 117 بونت مقابل 53، اكتر من دبل سكور. شفتها ازاي المباراه؟ ولا احنا كنا داخلين مركزين قوي بصراحه شديده يا كابتن علي، مركزين قوي من اول بطوله بعد كده بدا الكيرف ينزل بالنسبه لك، شفت المباراه دي شكلها ازاي بصراحه؟ بص دايما بطولات افريقيا، حتى انا قلت للبنات بعد ماتش فرقه موزمبيق، وحتى انا كنت بتكلم مع الجهاز، دايما بطولات افريقيا المجمعه لازم يجي لك دروب في جيم، لازم ما فيش حل يعني. انا في الفرق الجماعيه كده، في الفرق الجماعيه كده، وحصل معايا في المنتخبات قبل كده، لازم يجي يوم كده في اي ماتش بقى هيجي لك. فكنت اتمنى اللي هو يبقى بعيد عن ماتش الثمانية إلى الأربعة الفاينل اللي هو خروج المغلوب على طول. يعني كنت أتمنى لو يجي في المجموعة اللي ما فيهاش مشكلة. تمام. ما فيهاش مشكلة. فحصل دروب في ماتش في موزمبيق ده. موزمبيق كان دروب. مع إننا عاملين جيم كويس بس برضه مش إحنا. يعني مش إحنا. مش هو ده. لا 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 مش مش مش. مش ده التيم. لا مش هو. غلطات إحنا ما بنغلطهاش. إنجاز المركز الثالث البنات شايفينه البنات. شايفين ده انجاز ولا شايفين ايه بالظبط؟ طبعا انجاز زي ما قلت لحضرتك، اول ميداليه يعني اول ميداليه على مدار تاريخ في النادي، على مدار تاريخ مصر كلها، فحاجه كويسه والناس مقدره الكلام ده كويس قوي في النادي الاهلي ومجلس الاداره كلمني على كواليس بعد البطوله والبنات خدوا الميداليه واول مره بنت تلبس في مصر في كره السله ميداليه، كلمني على كواليس بعد البطوله كمان. طبعا احنا بعد ماتش انتر كلاب ده حاله طبعا في الاوتيل لا يرثى لها يعني، الناس كلها زعلانه يعني. خلاص انت رايح تلعب الجيم خلص يا كابتن خالد، خلاص الجيم خلص، خلص. النادي الاهلي كده الجيم خلص يعني، الجيم خلص يعني خلاص. انت 3 بونت وباقي 6 ثواني وبتلاقي صفاره مره واحده مش متوقعه طبعا. لا احنا جبت لي في انتر كلوب هنتكلم على الحكم جه علينا. ده اراء خبراء السله مش خالد العوضي، لكن انا شفت الجيم بصراحه، الجيم ما شاء الله على البنات بتوعنا ما شاء الله ماشيين في جيم كويس جدا، واكيد فرقه زي انتر كلوب لازم تمشي معاها بونت مش هتقدر تفرق، مع ان كان الفارق كبير جدا، لكن اخدت حاجه عليك معينه 19 بونت والتايم اوت ما اتاخدش، اشمعنى ما اخدتش يعني انت شايف المباراه ازاي من وجهه نظرك داخل المباراه بالشكل ده؟ لا مش ما اتاخدش، هو 19 هم طلعوا علينا 19 بونت لكن انا واخد في الكوارتر اول واحد كويس، اول ما طلعوا علينا 6 بونت، وخدت في الثاني واحد اول ما طلعوا علينا 11 بونت. فخلاص على طول على طول ان الجيمات دي لازم توقفهم على طول يعني. توقف الموضوع. طب انا عايز ارجعك للقطه المهمه، هي اللي هي اللقطه دي
اللي اتحسب على النادي الاهلي. انا عارف اللقطه دي مضايقك، يعني لو جبنا صوره كابتن علي هاشم متضايق من الموضوع، لكن انا عايزك تحللها لي بصراحه شديده. النادي الاهلي 85 84 ومحدش مقرب ناحيه البنت واتاخد الموضوع بشكل مختلف. انا بس عايز يعني ترجع شويه، نرجع شويه بس، ترجع شويه نرجع بس بدايه الهجمه بتاعت النادي الاهلي خلاص 82 84 وكيلسي بتجيب 3 بونت مظبوط. بص بقى الكره من اولها بقى هتلاقي الكره اصلا مش ممسوكه، الكره طلعت. احنا عندنا غلطه هنا احنا عندنا غلطه هنا، نوقف يا جماعه، نرجع تاني لو سمحتوا عشان بس كابتن علي هاشم يشرحها مظبوط. يعني كان لازم الكره يعني كان مش كيون اللي تعطل، يعني دي برضو احنا انا بعترف يعني دي احنا عندنا غلطه، لازم تضغط على لازم نضغط على البوينت جارد بتاعهم ما ترجعش. احنا رجعنا طبعا، احنا رجعنا فدي غلطه بس برضو ما اثرتش قوي، يعني هي اتعطلت هنا هتمشي الكره هتقف بقى هنا. بص الكره طارت اهو، طارت الكره، ما حدش لمس حد، ما فيش حد بره الكوره، هلا بره الكوره، هلا بعيد عنها، بعيد عنها، حسبتها بعيد عنها، حسبتها عليها ومش كورتها، يعني مش كوره الحجمه دي، دي كوره في اهي بعيد خالص، بعيد يعني، وما تتصفرش في التوقيت ده، ما تتصفرش خلاص، الجيم از اوفر يا كابتن خالد، خلاص الجيم خلص، الجيم خلص خلاص، جيم از اوفر يعني. لا نرجعها تاني بصراحه لاحسن، يعني الموضوع شويه زياده اوفر يعني. اي ادي كيلسي جابت 3 بونت وبدات البنت تجري بالكوره وفي نص الملعب بتاعنا طارت من ايديها، طارت حتى هي ما لمستهاش اهي. احنا كان لازم نعطل هنا زي ما قلت لحضرتك، مفيش مشكله في التعطيله بصراحه، مفيش مشكله يعني لحقناها اهي، الكوره بقت جريت من ايديها هلا، ما دخلتش اهي هلا بره خالص بقى، خلا ما لمستهاش. حتى لو هفترض اللي هي حتى لمستها كونتاكت، هي من التعب ممكن تبقى وقعت مفيش يا كابتن علي، ما عرفتش ناحيتها، مفيش حاجه خالص، ما لمستش البنت حتى بالظبط، يعني مفيش ظلم تحكيمي باين. لا هي الحكمه دي من اول بطوله جايه علينا، يعني من اول، يعني مفيش حاجه ما بتيجي الفرقه 4 مرات. كم؟ 4 ماتشات. مش في رئيس لجنه حكام وفي اتحاد افريقي وفي بيعينوا كده ولا هي بتختار ولا ايه بالظبط؟ هتعمل ايه؟ يعني ما هتعمل ايه؟ 4 ماتشات بقى، 4 ماتشات هي اللي بتجي لك تحكم. هي مفيش غيرها في الماتشات ولا ايه؟ مش عارف، هي من ساعه المنتخب وهي تحكم. من ساعه المنتخب كان عندك، كان في واقعه برضو وانا كنت بتفرج عليك قبل كده، نفس المحكمه بتحكم لك برضو في منتخبات مصر. ماتش انجولا السيمي فاينل، ماتش انجولا السيمي فاينل، ماتش انجولا مع منتخب مصر 16 سنه في رواندا من 4 شهور، نفس الكلام برضو، الجيم 25 بونت، نزلت الجيم 10 بونت، نزلت الجيم 10 بونت نفس الاسلوب. وقبل الكوره دي، قبل الكوره يعني، قبل كمان الكوره بتاعت هالي، ودي مش لمسه، دي البنت لمست كيلسي، لا ما لمستهاش، لا 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 بعيد بعيد. كمان قبل الكوره دي، قبل الكوره دي لنا فاولين، يعني لنا فاولين ما تصفروش، ما تصفروش، ضياع الحلم الافريقي بسبب خطا تحكيمي، تتفق او تختلف؟ طبعا، يعني كنت هتبقى في الفاينل، وفرقه النادي الاهلي لو وصلت الفاينل مش هتتنازل، حتى ما حدش كان، لا 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 لا، انا بقول لحضرتك اهو، يعني احنا لو كنا في الفاينل ما كناش هنخسر، ما كناش يعني، كانت على رقبتنا، ما كناش هنخسر، ما كناش هنخسر. وجود الجمهور فرق مع فريق سيدات، طب طب طبعا فرق جامد جدا كمان، يعني الناس، انت تشوف الناس كل يعني كل ماتش، كميه الناس اللي واقفه بره كمان ما بتعرفش تخش طبعا لظروف امنيه، والصاله كانت صغيره وبتاع، حاجه يعني حاجه، انا بشكرهم جامد جدا، يعني تشكر جماهير النادي الاهلي، اكيد بشكرهم جماهير النادي الاهلي كده يا كابتن علي، يعني دايما ورا فرقها ودايما بشكرهم، بتدعمها جامد جدا. طب خلينا نقول ردود الافعال اللي جات لك بعد المباراه لما خرجت من سيمي فاينل وقلت الجيم از اوفر خلاص، ما في يعني، ما كل الردود كويسه، خلاص قدر الله ما شاء فعل وعملتوا اللي عليكم، كمان اللي زعلك اللي انت جاي من كامباك 19 بونت، يعني 19 بونت مع فرقه زي دي حامل اللقب 5 مرات وبقى لها 6 سنين بتلعب فاينل وانت خسران 19 بونت، يعني في ناس قامت مشت من بين الشوطين، مشت، في ناس قامت مشت، قالت ان احنا طلعنا خلاص بخساره يعني كبيره، يعني خلاص، قالت الجيم هيخلص 10 بونت 12 بونت 14 بتاع، لكن انت جاي كام باك ومحارب في الجيم 19 بونت وتطلع، هي كمان مش يعني كل ما نطلع بونت توقفنا، كل ما نطلع بونت توقفنا تجيبك على طول، يعني كل ما يطلع بونت يعني اكنها محجمه المباراه بالنسبه لفرقه الاهلي بالظبط. انا بقول لك هي كمان الحكمه الجزائريه حصل يعني، انا اول مره اقول لك، انا بس عشان انا في قناه النادي الاهلي، لا هنقول في قناه النادي الاهلي كل حاجه، يعني انا بقى في، حتى في المؤتمر قلت الجامعة ما تتكلمش خلاص على التحكيم، احنا في قعدتنا في النادي الاهلي ما بنتكلمش عن التحكيم، بس طالما في القناه انا ما عنديش مشكله. الحكمه الجزائريه اتخانقت معاه بعد الماتش، بعد الماتش اتخانقت معاه، قالت لها بالصفارتها، انت لو رجعت يا كابتن خالد مش هي اللي تصفر،
رجعوا تاني مش هيلت صفر مش هيلت صفر الكره انا دي. بس عايز اتاكد بس هي في اني بوزيشن يعني فاهم ازاي يعني المفروض يعني لو هي اللي فوق ممكن يعني انا بس هشوف هي فين هي واقفه على الخط هي اعتقد دي. الكره اللي هي هي واقفه على الخط هي, هي ولا اللي دي. هناك اللي هناك اللي هناك يعني ممكن هي تصفرها وممكن اللي تحت يصفرها لتحت صفر هي دي جزائريه طالما الجزائريه تحت يبقى هي اللي هي اللي تصفر هي اللي تصفر على صفار انا عايز اقول لك بس هو البوزيشن بتاع الحكام ده المفروض بيتغير كل شويه يعني كل شويه بتتغير هي الكوارتر الرابع راح جاي على الخط جنبي راح جاي على الخط جنبي مضايقاك يعني كل ماتش بدين تكنيكال فاول نعم كل ماتش بدين تكنيكال فاول لازم كل ماتش كل ماتش ابعد ارجع اليافطه يعني كل ما مش عارف فيه يعني انا ما, ما مش عارف مقصوده ولا مش مقصوده يعني خلينا نخرج منها ان احنا ما شاء الله ان البنات فعلا ادوا عليهم وانتوا ادوا عليكم وحاولتوا لكن دعم مجلس اداره بالنسبه لفريق الثلاث سيدات كان دعم ما كبير جدا منتهي كبير جدا جدا, جدا 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 يعني ما اول البطوله من اولها هي جت البطوله في خمس ساعات بالظبط يعني كابتن طلبه كلمني الاول ما كانش فيه اي حاجه خالص ما كانش فيه ان البطوله اصلا كانت في مدغشقر وما كناش نعرف حاجه عنها خالص كابتن طلبه كلمني مش هسافروا لو كانت في مدغشقر ما كناش هنلعب كنت هطلب ان انا اروح البطوله احتمال تبقى في مصر ايه رايكم الكلام ده قلت له لازم ارجع للكابتن رؤوف بلغت كابتن رؤوف قال لي خلاص هعرض الموضوع على مجلس الاداره وابتدت بقى الاجراءات ومجلس الاداره دعم بالمحترفه الثانيه المحترفه الثانيه اللي هي رقم 2 في الترتيب جابت 3 القاب شخصيه لنفسها بس انت قلت لي بره الكواليس ان هي كمان زعلت ان هي ما كسبتش بطوله افريقيا لا يعني فتقولي عن كيلسي بعد المشاركه الافريقيه هي اهلاويه اللي انا شفته انا كنت متخوف جدا ان واحده بتلعب في الدبليو ام بي اي كنت متخوف جدا من التعامل معاها مع التعامل مع البنات انت هتتعامل مع واحده ليفل تاني خالص فمش عارفين ايه التعامل وكمان المفاوضات كان فيها يعني تعبنا شويه في المفاوضات لما نبدا ان كمان الايجنت بتاعتها طف جدا وانا عايز اقول لك لو وريتك العقد يعني بالسايبه حاجه بالسايبه بتتكلم في كل حاجه عقد يدرس بتتكلم في عايز اقول يعني انا اسف بتتكلم في فوض فوت وش وبتاع كل حاجه بتتكلم في فوت فكنت متخوف بقى قول لي دخول كيلسي داخل فريق النادي الاهلي كان شكله زي معاك هي دخلت على طول يعني هي سبحان الله ربنا كابتن خالد كان مسهل يعني هي كمان ما خدتش وقت ما خدتش خالص هو كمان انا في فرقتي الحمد لله اي حد بيخش عليها بيضموها وبتاع وهم عارف يعني عارفينها كانوا متابعينها وبتاع فعارفينها يعني البنات شافت كيلسي في وسط الفرقه ترمي لها كوره عشان هي تجيب ولا لعبت جوه اللعب الجماعي للنادي الاهلي بص انا هكلمك بمنتهى الصراحه في لقطه بس قالوا لي عليها دي بعد ما اتحسب فاول وهي بتقول للناس شجعوا شجعوا بالظبط هي لا يعني انا بعد قبل الماتش بعد جيم موزمبيق كانت منهاره جدا وعيطت وبتاع قلت لها مفيش مشكله احنا لسه هنكمل وبتاع ولسه عندنا ماتش السيمي فاينل قالت لي انا عايز اكسب حتى مش عارف حد من الجهاز بيقول لها انت احتمال تاخدي وقالت له انا مش عايز اخد اي حاجه انا عايز اكسب معاكم بس بتقولها ايه النهارده بصراحه؟ اقول لها انا طبعا بشكرها جدا على ال 15 يوم اللي اشتغلت معانا فيهم فادتنا كتير اتعرفت برضه النادي الاهلي برضه وهي طبعا ليها اسمها وكل حاجه بس النادي الاهلي اداها اسم كمان في افريقيا بوابه كبيره نادي يعني انا لسه من كنت في النادي من شويه يعني عندها عرضين من انجولا ما شاء الله عندها عرضين من انجولا يعني كمان في المنتخب يعني عايزين دول جنسيه كمان فرقه انجولا عشان بطوله افريقيا هي اصول افريقيه ولا هي امريكيه لا امريكيه 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 فبشكرها جدا وساعدتنا وساعدت الفرقه وانا بس عايز اقول حاجه برضو من هنا محدش يعرفها يعني ممكن يبقى ناس قليله اللي تعرفها احتمالات اللي هي تلعب ماتش انتر كلوب كانت قليله جدا لان كان عندها مشكله في ركبتها يعني اصابه في ركبتها وتحملت ولعبت وهي يعني انا قلت لهم يا جماعه دي مش هتلعب انا بقول لكم هي لو عرفت اللي عندها كدمه في الرباط الداخلي مش هتلعب عرفت ولعبت قالت لي هلعب قالت لي هلعب وعرفت عرفت ما شاء الله عليها كدمه وبتاع وما فيش مشكله وخدت جلستين خدت 3 جلسات
كابتن علي لو لف بينا الزمن سريعا وكنت مع الاهلي ان شاء الله اكيد، بس يعني حاجه في المستقبل القريب جدا وبنلعب دوري افريقيا، تجيب كيلسي تاني ولا تشوف حد تاني؟ بص كابتن خالد، هي المشكله لما احنا بنيجي بنختار انت بتشوف احتياجات فرقتك ايه؟ في الوقت الحالي. انت لا في الوقت الحالي لا هجيبها طبعا. في الوقت الحالي يعني انت بتشوف احتياجات فرقتك لو عندك واحده محترفه تاني في الدوري المحلي هجيب كيلسي. ما انا برضو الدوري المحلي انت بتشوف احتياجاتك ايه، البوزيشن اللي ناقص ايه. ممكن السنه الجايه ما بقاش عايز بوينت جارد، ما محتاج بيفوت هروح اجيب بيفوت، ما محتاج جارد هروح اجيب جارد. لكن البطوله دي فعلا كنا محتاجين حد بوينت جارد. بوينت جارد. طيب دي بالنسبه للمحترفه الاولى. المحترفه شاكيلا نان كمان اخذت احسن ريباوند في البطوله. جميل. وانت برضو قلت لي ان هي ما شاء الله عليها دخلت في فرقه بسرعه جدا. دي من اول يوم دي خلاص، دي مصريه يعني. قلبت مصري خلاص. لا قلبت خلاص يعني، الموضوع بقى سهل جدا بالنسبه لها. قاعده مع جنة 24 ساعه فخلاص مع جنة ما بتقلقش عليها خالص. قلبه مصري خلاص. البنات قفلوا الملف ده خلاص وقفلت معاهم الملف الافريقي ده عشان نخش على المستقبل اللي احنا محتاجينه كلنا. خلاص بكره في التمرين عندنا تمرين ملف مقفول خلاص. خلاص انتهى الموضوع. انتهى الموضوع بكره في التمرين عندنا. مش هنتكلم. خلاص عندنا بكره تمرين الساعه 7، عندنا كوارتر فاينل يوم الجمعه مع نادي الجزيره. كاس مصر عندنا في النادي بعدها بيومين ثلاثة. بعدها بيومين ثلاثة برضه هنلعب الجزيره للماتشين الفاينل 24 26. 24 26. ملف مقفول خلاص. طب عشان نقفل الملف ونقفل الملف في افريقيا، عايز تقول حاجه في الملف الافريقي قبل ما نقفله خالص؟ بصراحه بحب اذكر كل الناس بس اللي وقفت جنبنا من اول مجلس اداره كلهم الصراحه، ما فيش حد معين. كلهم 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 يعني، حتى مع الوزير عامر فاروق جالنا قبل الماتش بيوم، قبل السيمي فاينل ولا فاينل؟ قبل السيمي فاينل، وقعد مع الفرقه والسراجي وبتاع، وطبعا غير المكالمات بشكرهم جدا. كابتن خطيب برضو يعني اتكلم مرتين الصراحه في التليفون وبارك، وقبل ماتش السيمي فاينال بحب اشكرهم على الدعم اللي عملوه. مجلس اداره دعم، نشاط رياضي دعم، كله ده. كابتن روب بقى ده يعني حاجه، هو اللي شال حاجه جميله. يعني هو اللي من اول معايا في القصه يعني. طيب القصة. كلمه اخيره لنجمات النادي الاهلي بعد حصد الميداليه البرونزيه في البطوله الافريقيه، تقول لهم ايه؟ بقول لهم مبروك، اول ميداليه في تاريخ النادي افريقيه واول ميداليه لمصر. بشكرهم، تعبوا جدا واستحملوني كتير جدا. وفعلا يعني مش اي فرقه توصل الماتشين بتاع موزمبيق والانتر كلاب اللي في السيمي، فمش يعني نوعيه اللعيبه كمان يا كابتن خالد، مش اي فرقه توصل للكامباك ده خالص. لا مش نوعيات لعيبه مختلفه، فرقه النادي الاهلي النوعيه مختلفه. حتى اللي ما احنا الجيمين دول اللي لعبنا بسبعه او ثمانيه مش متذكر بقى، اللي كمان الناس اللي بره اللي بره ال12 دول بقى كمان قاعدين ورانا في المدرجات، ما سابوناش. الناس اللي في ال12 وما لعبتش حاجه تحترم. الروح روح اللعيبه هي دي روح النادي الاهلي في كل فرقه، حاجه تحترم. ومن هنا اكيد بنقول مبروك لبنات النادي الاهلي، اول طريق على البطولات الافريقيه ان شاء الله باذن الله. نبتدي من السنه الجديده باذن الله، دخلنا اتعلمنا عندنا خبرات ان شاء الله باذن الله. في السنه الجايه مستنيين بطولات افريقيه عشان نبتدي نعدلهم، لان النادي الاهلي بشركته في البطولات الافريقيه معنى ان هو دايما بيتصارع او يعني دايما بيلعب على اللقب الافريقي. قفلنا الملف الافريقي مع كابتن علي هاشم، لكن هنفتح الملف المحلي وهو الاهم في المرحله اللي جايه. الملف المحلي اربع بطولات ما اتقفلوش معاك، منطقه القاهره ومرتبط وكاس مصر والسوبر المصري. شايف بقى البطولات ازاي؟ بتحضر المرحله الجايه ازاي؟ احنا برضو ماشيين ستيب باي ستيب. احنا عندنا يوم الجمعه 24 26 الجمعه الاول يوم 20 عندنا كوارتر فاينل دور الثمانيه في دوري كاس مصر. في كاس مصر، كاس مصر نادي الجزيره. ان شاء الله ربنا يكرمنا نعدي الجيم ده كويس. ويوم 24 26 عندنا فاينل مرتبط برضو مع نادي الجزيره. يعني ثلاث ماتشات مع نادي الجزيره واربعه، ثلاث ماتشات جزيره واربعه في اسبوع. الاهم دوري المرتبط، الكوارتر فاينل اكيد مهم جدا عشان تقدر تخش للدور اللي بعديه، وكمان الماتشين اللي جايين مهمين. يعني بطولتين في اقل من اسبوع، في اقل من يومين، في اقل من يومين. يومين هتحضر اللعيبه ازاي وتقول لهم ايه بكره في اول تدريبه ليك معاهم ان شاء الله؟ هتقول لهم ايه؟ اول ما هتقول لهم اقف صف تقول لهم ايه؟ ما فيش، هنقول خلاص افريقيا الملف اتقفل من اول ما ننزل التمرين دلوقتي. عندنا جيم مهم كمان في 48 ساعه. فرقه نادي الجزيره السنه دي فرقه مختلفه عن يعني عن السنين اللي فاتت، فرقه مدعمه باجنبيه كويسه،
مع مدرب محترم، جابوا كذا حد جديد، ففرقه تقيله يعني. ليه دوري السيدات او دوري السله سيدات ورجال بياخد طابع مختلف عن الطايره والهاندبول؟ بحس ان هو اقوى دوري في الثلاثه اذا كان سيدات او رجال. ليه؟ بامانه بصراحه ان الباسكت اربع خمس فرق بينافسوا. يعني في الرجال اتحاد، اهلي، جزيره، سبورتنج، زمالك. السنه دي 8 فرق. السنه دي 8 فرق. السيدات نفس الكلام، الاهلي وسبورتنج والجزيره وهليوبلس وكله بيدعم محترفات. فما في يعني اي حد ممكن يكسب اي حد. فالمنافسه مع اربع خمس انديه. الهاندبول والباسكت بتلاقي فرقه اثنين ثلاثه، فبتبقى قصه اسهل شويه. خلينا نروح ل لما تيجي تمرن البنات بيبقى في حاجه مختلفه، التاهيل البدني او الاعداد البدني بيكون مشكله معاهم. اكيد بنت مش عايزه عضلات، مش عايزه جيم، مش عايزه، بتقابل الكلام ده ازاي؟ بص انا معايا صراحه اتنين بحب اشكرهم من هنا طبعا، عملوا بطوله كويسه قوي. معايا مخطط الاحمال علاء العشري، ومعايا المدرب العام برضو داخل معاه هو في القصه دي، الدكتور محمد جاد. صراحة الاثنين عملوا شغل كويس قوي 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 قوي، يعني احنا بدنيا واقفين على رجلينا طول البطوله، بالذات يعني اللي يثبت الكلام ده ماتش انجولا. بصراحه ماتش بتلعب اول دقيقه زي اخر دقيقه، على اول دقيقه اخر دقيقه، يعني جينا في فتره دروب، وده وضع طبيعي ان فرقه جدا سريعه جدا بتلعب مان تو مان مع فرقه زي دي طول الملعب كتير، طول الملعب بتلعب. لعبنا قد ايه؟ لعبنا حوالي 36 دقيقه مان تو مان مع فرقه زي دي، ورايحين جايين رايحين جايين، الكتب اساسا مرتفعه. لا لا، هم انت مهما تشافه الكلام ده بتشافه من منتخب مصر وبيطلعوا جامعات والكلام ده. شايف المرحله اللي جايه باذن الله بعد دوري المرتبط باذن الله، شايف المرحله اللي جايه اصعب مباريات بالنسبه لكابتن علي هشام؟ كل انت السنه دي بتلعب على الاربع بطولات، الاربع بطولات لازم تكسب الاربع بطولات ان شاء الله باذن الله. فكل البطولات صعبه، وبالذات السنه دي ان كل الدوري السنه دي مختلف. الدوري السنه دي مختلف، كله مدعم وكله جايب اجانب على مستوى عالي. السنين اللي فاتت كان الاهلي وسبورتنج، السنه دي لا، في اهلي وفي سبورتنج وفي جزيره وفي هليوبلس وفي سموحه. يعني سموحه مدعم كويس قوي، يعني الخمس فرق جامدين جدا. تدريب الرجال اسهل ولا تدريب السيدات اسهل؟ لا الرجال. علي هاشم الاثنين. انا مرنت الرجال. الرجال. اسهل كتير رجال، مع ان انا رحت رجال سنتين، السنه اللي فاتت نجاحات كلها ما شاء الله. الحمد لله في الرجال. لا الرجال اسهل بكتير، اسهل. لا بكتير بكتير. ليه؟ بكتير. على بقى يعني برضه لا، البنات مختلفين، عايزين طريقه معينه، عايزين شغل معين، لازم تتعامل دي يعني طبعا في كله بيتعامل زي بعض، بس ما ينفعش لازم معاك تبقى مفتاح ده ومفتاح دي ومفتاح دي، وازاي تتعامل مع دي وازاي تتعامل مع دي، غير بقى غير الرجال. الرجال خلاص انت الامور واضحه في وشك. طب اقول لك صراحه، بتعامل البنات زي الرجال؟ احنا شايفين كده وجهه نظرنا، انت بتعامل كده؟ مش في كل حاجه. يعني الرجال اصلا ما عندكش مشكله، الرجال انت ما عندكش مشكله يعني، لكن ما يعني الولد انت بص في وشه وخلاص. انت عارف البنات لا، في بقى مشكله ممكن تبقى واحده بس انا زعلانه النهارده ما لعبتش، فلازم تتعامل ازاي، تعرف تطلعها من المود ده. الدنيا صعبه شويه يعني. بكلمك بصراحه، الجواز مع بنات مصر بيفرق بصفه عامه في الرياضه، ولا بقى الموضوع عادي سهل جدا البنت تتجوز وتلعب رياضه جدا؟ لا عادي خلاص. عادي ما عادش زمان. لا عادي جدا، في ناس متجوزه وبتلعب، ما عندكش مشكله؟ ما فيش مشكله. تديهم اعذار ولا بتديهم حاجه ولا حاجه؟ ما جاليش عذر الحمد لله، يعني انا عندي الوعي اللي متجوزه هاله لحد دلوقتي الحمد لله، منتظمه في التمرين وفي المعسكرات كلها موجوده بتغيب، يعني ما فيش، ما جاليش مشكله يعني. ما عندكش مشاكل؟ لا ما عنديش مشكله الحمد لله. تاهيل الجانب النفسي بتاهلهم ازاي مباراه عن الثانيه؟ كل مباراه اكيد ليها تاهيل نفسي مختلف. كل الماتشات بتبقى عندنا دافع، يعني بتوع في افريقيا كنا عندنا دافع، سيمي فاينال كان عندنا دافع، يوم الجمعة عندنا دافع تاني خالص. ماتش السيمي قبل النهائي والنهائي عندنا برضو دافع. حسب كل ماتش بتلعبه انت بتشتغل عليه. هل وجود المحلل النفسي لكابتن علي هاشم في الفرقة شيء مهم، ولا
حضرتك بتدرس الكلام ده فبتعوض وجود المحلل النفسي. بص هو انا ما عنديش السنه دي حد في الجهاز كان معايا في المنتخب بس انا كنت جايبه في المنتخب عشان هم صغيرين يعني كانت المرحله السنيه صغيره فرقه النادي الاهلي عندهم الخبرات اللي هم يطلعوا من الكلام ده على طول في اي دروب في اي حاجه واحنا شغالين برضو في القصه دي يعني. بصراحه شديده وجود مدربين كتيره في القطاع الرجال او السيدات ما بشوفش مدربات ليه؟ لا في مدربات بس مش كتير قليلين يعني ليه؟ ليه البنات ما بتخش سكه التدريب بالنسبه للفرق السيدات؟ لا والله بدات الفتره الاخيره تخش يعني دخلت عاليا دخلت من انديه ثاني في برضو كذا مدربه ماشيين كويس قوي بداوا بس هم فعلا قليلين يعني فاهم؟ يعني بيتجهوا للعمل الاداري يعني. هل انت شايف ان العمل الاداري بالنسبه لهم هو الاوقع بعد ما يخلصوا لعب وكده؟ اعتقد كده هم بيروحوا للعمل الاداري يعني اذا عندنا مثلا نموذج رحاب الغنام يعني رحاب الغنام كابتن رحاب الغنام ما شاء الله عليها طبعا يعني بدات منطقه يعني. القاهره دلوقتي اتحاد الباسكت عضو مجلس اداره طبعا هتشوفه قريب رئيس اتحاد؟ كابتن علي اتكلمنا في كل حاجه ايه اللي ناقص ما اتكلمناش فيه معاك؟ ايه اللي عايز تقوله؟ ما في يعني كان نفسنا الصراحه يعني كان نفسنا يعني بعتذر يعني اللي احنا ما وصلناش للفاينل وما خدناش البطوله دي بس يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل كان نفسنا نفرح جماهير النادي الاهلي بالبطوله كانت هتبقى بطوله جميله وبطوله محترمه لو كنا كسبنا انتر كلوب. هسالك اسئله سريعه لولا السوشيال ميديا مشيت مع كابتن علي هاشم بعد بطوله افريقيا ولا مشيت ضد كابتن علي هاشم وايه رايك بصراحه؟ بص انا في الموضوع ما يعني ما مش مش هضحك عليك اقول لك ما ببصش بس ما بتاثرش يعني فاهم بتجيلك بتجيلك مش بتجيلي. كل واحد ليه رايه يعني بعد ما انتر كلوب ده جالي خبر كده الفرقه بتتشتم وانت بتتشتم وبتاع بعد ماتش انتر كلوب كنت لسه في اول الحلقه النهارده بتكلم على سياسه الاختلاف ان احنا لو حتى مختلفين معاك لو انا شخصيا مختلف معاك اكيد بحب كابتن علي هاشم وبحب الفرقه عشان دعم النادي الاهلي نفسه. يعني مش لازم يعني قله الكلام اللي احنا ممكن نقول ننتقد فنيا لكن بلاش ننتقد اكتر من كده. ما هو المشكله يا كابتن خالد انت يعني برضو اللي بينتقد فنيا ده بينتقد على اساس يعني لو فني هقول لك ما بقى هزعل منه لو حد فني لكن المشكله اللي هو مش فني. المشكله الدنيا مش فني طب انت بتنقدني ليه؟ انت عارف انا واقف بفكر في ايه ولا الجهاز معايا بيفكر في ايه ولا انت بتعمل ولا تعرف جوه الفرقه ايه ولا ايه اللي احنا بنفكر مشاكل ولا اللي بيحصل احداث وكمان حاجه مهمه جدا الضغط النفسي اللي على المدرب اكيد مش عايز يخسر لا طبعا مش عايز يخسر مفيش مدرب عايز يخسر في العالم مفيش يعني حتى ما حصلتش مفيش يعني ماتش انتر كلوب يعني لا اول فرقه وكان لازم يكسبوا وتقصر يا عم انتوا بتقولوا ايه بس انا هقول لك كلمه واحده بصراحه شديده خلينا نتكلم بصراحه في الموضوع ده كابتن علي هاشم لو حقق بطوله افريقيا كان اول مدرب في مصر يحقق بطوله افريقيا مش دي حقيقه بالظبط اعتقد ما كانش مستحيل كنت هتاثر في اي حاجه والحمد لله الحمد لله والله مش عشان حاجه والحمد لله ما انت دلوقتي اول مدرب في مصر في افريقيا تمام دي حقيقه على مدار التاريخ يعني التاريخ ما التاريخ ما بينساش او التاريخ ما بيكذبش التاريخ مش هيكذب بس يعني التاريخ طول عمره يحكم على الناس كلها بالظبط كلمة أخيرة لجماهير النادي الأهلي بشكرهم يعني لو فضلت أشكرهم من هنا للسنة الجاية وقفوا معانا وتعبوا معانا وكان في ناس متابعانا وبعتذر للناس اللي هي كانت بتيجي عند الصالة وما بتعرفش تخش مش بإيدينا يعني برضو الناس مش عارفة الكواليس إن أنا ما كنتش عارف الكواليس دي بس فعلا أمنيا كانت الدنيا صعبة جدا الصالة كمان كانت ضيقة فخافوا يحصل حاجة بشكرهم هتقفوا يعني عندكم شغل تاني معانا كتير عندنا اربع بطولات لسه يا ريت تقفوا جنبنا وتدعموا الفرقه واوعدكم ان شاء الله باذن الله ان فرقه النادي الاهلي لو البطوله دي ان شاء الله السنه الجايه احنا في حته كويسه قوي 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 احسن من السنه دي بكده يعني هتاخد لمينا كل حاجه كابتن علي انا بشكرك بقول لك الف مبروك في الاول حاجه قلت لك مبروك ولا ايه لكن دلوقتي بقول لك الف مبروك انجاز اتحقق بس لسه عايزين اكتر منه لان الاهلي دايما على المركز الاول استمرك توفيق في الحلقه الجايه شرفتنا ونورتنا ربنا يخليك يا كابتن خالد متشكر جدا بجد كابتن علي هاشم فتح قلبه معانا واتكلم في كل حاجه بصراحه وفعلا بنقول له مبروك وبنقول للاعبات مبروك لان قدروا يحققوا اول ميداليه في تاريخ كره السله سيدات لكن مش ده طموح النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي طول عمرنا طموحنا في المركز الاول نتمنى التوفيق في المرحله الجايه في الجانب المحلي ان شاء الله باذن الله يكونوا عند الميعاد عند الاربع بطولات وباذن الله في السنه الجديده لو في بطوله افريقيا
ان شاء الله يكونوا واقفين بيحصدوا الميداليه الذهبيه. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء.